تخافيش حاجه منك حق. هروح لحسني الضبط، لازم اشوف لي حل معاه. حسني الضبط ده راجل شراني. ولا انتوا كنتوا عايزين تاخدوا فلوسي تفرتكوها واقعد اطبطب عليكم؟ انا متاكد ان جرى لها حاجه. ما تقلقش يا صاحبي، العيب على كل الناس تقف تتفرج على حريقه وتصورها بدل ما تطفيها. التليفون ده هيفضل معايا، مش هطلعه غير قدام النيابه. على جثتي. البنت اللي انت خبطتها بالعربيه دي ماتت ولا لسه عايشه؟ البنت ماتت. لو وزير الداخليه جيب نفسه مش عارف يطلعه. طول ما معاك نشأة فهمي محدش هيقدر يجي جنبك ولا جنب تامر. قلب الكلمتين دول في دماغك ابو خليل قبل ما تتعرض على النيابه بكره. ما اعتقدش ان وزير الداخليه هيعجبه الكلام ده. لا السكه دي مش تمشي معايا. رجعني مطرح ما كنت، انا مش هغير كلامي. طب ايه رايك اجيب لك من ابو 50,000 جنيه؟ ما يلزمونيش. 100,000 كويس. ده برضه رد الناس الرخيصه اللي زيك. لا ده انت بتخلب اللي ادب وعايز تترفع. ابويا الله يرحمه قال لي عيش راجل. الواد مات يا زمات. وبعدين يا زناتي هنعمل ايه؟ ايه ده كده يا رفاح؟ ما حصلش حاجه. عمره كده يا اخي؟ عمره دي جنايه يا زناتي. واحنا مالنا؟ هو انا اللي قتلته؟ نعم يا اخويا. بقول لك ايه يا حمار، فهمني كويس، هو كان حد شافنا مع الواد من اصله؟ احنا في السليم. في السليم ازاي بس؟ حتى لو ما حدش شافنا لما جتته تبان هيدوروا على اللي قتله. ساعتها نعمل ايه؟ ساعتها يبقى الظابط هو اللي قتله. الظابط؟ ايوه الظابط سليم بيه الانصاري. اسمعني كويس وفهمني يا حمار، اللي هقولك عليه تنفذه بالحرف الواحد. انت فاهم؟ ما تتنحش كده، انت فاهم؟ الواد مش في البيت يا باشا، وامه ما تعرفش هو فين. أكيد طبعا، أكيد عارف إن أنت عمرك ما تجيلي بخبر حلو، أكيد. بس أنا أكدت عليها سعادتك، أول ما تشوفه تبلغه يجي لسعادتك. امشي امشي رفاعي، ما تخليش عسكري يصحيني غير لو في مصيبة. امشي يا باشا. بدل البهدلة روح سعادتك رايح في البيت. امشي رفاعي، امشي وسيبني يلا. حاضر يا باشا. يعني انت متاكد يا حضره الامين؟ انت مش سامعني بودانك يا جحش؟ انت مش مصدقني؟ خش اساله. اساله ازاي بس؟ انت عايزه طين عيشتي؟ عليا النعمه انت عيل كبانش، حد يلاقي راحه وما يرتاحش. انا بس خايف يغير رايه. يغير رايه ازاي وهو نايم يا اطرى بنش؟ يعني انت متاكد ان قال لك خليه يروح الاستراحه؟ بقول لك ايه، ما تخنقنيش، انا بلغتك وخلاص، مش عايز بلاش. لا 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 كتر خير حضرتك، خلاص انا هروح اريح في الاستراحه واجي قبل ما يصحى، مش كده؟ هو كده عليك نور. تمام خلصانه باداره. ما تقومي تنامي يا سلمى. مش عارفه انام يا ماما، انت عارفه ان صوت المطر بيوترني، بعدين قلبي واكلني قوي على سليم. ليه بنتي ماله؟ ملوش يا حبيبتي، هو حتى لسه مكلمني ومطمني عليه، ما تقلقيش. بس انا يعني اللي حاسه اني قلقانه. قومي صلي لك ركعتين قبل الفجر وادعي له ربنا يصلح حالك يا ابني يا حبيبي. يا رب يا ماما. اللي هو سليم بيعوز ليه المفتاح حضره الامين؟ وانا مش عرفني انت كمان، انا هحقق معاه. هخلص هتجيبه اوديهوله ولا توديهوله انت؟ هو سعادتك رايح له؟ ايوه يا سيدي، هو يبطل طلبات. لا خلاص خدوا سعادتك، انا مش ناقص يمسك عليا غلطه لا كده ولا كده، حضرتك عارف هو ما بيرحمش. ها مش عارف هفضل اشيل عنكم لحد امتى. بقولك ايه، روح هاتوا الدوله طالبه، مش ناقصين مشاكل. على رايك، بس اللي هو ده اسمه حضره الامين. هات له اي حاجه للبرد بس تكون كويسه، بسأل الصيدلي. حاضر، مع ان الجو بره زي الزفت. لا شي بس انكس.
تايسون قوم. زنادي انت ايه اللي جايبك؟ انت مش المفروض راعه؟ عايزك في مصلحه. مصلحتي ايه اللي انت عايزني فيها؟ انا مدمنه يا عم. هتطلع ازاي؟ ده موضوع انا بقى وانا هخلصه، مالكش فيه. المهم انت مش عايز حقك من الظابط؟ هموت يا زلاتي. وانا لقيت لك صرفه وهجيب لك حقك من الظابط، وهتطلع من هنا كمان بس تسمع كلامي. امين يابا. لا لازم اشوفك حالا، مش هينفع. طيب ماشي. لا لما اجي احكي لك، مش هينفع دلوقتي. طب يلا مسافه السكه وكون عندك. انت ايه؟ مفيش في قلب امك رحمه؟ لا يا روح امك، خلي الرحمه تنفعك لما تشرف فطوره وتلبس الاساور. انا رايح للحاج لطفي. سيبني مع بيتة الواد لوحدي. اسيبك ازاي؟ انت اللي هتخرجني من مكان ما جيت، وتقفل الباب ورايا كمان. يلا يلا. اسود مات. مات ازاي؟ جرايا حاجه قضاء الله ونفذ. وفي حد بيموت ناقص عمر؟ يا بني ادم انت، انا جايبك تشيلني من مصيبه، تقوم تحطني في مصيبه اكبر. لا انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. اهدى كده يا حاج، ما تقولش كلام تندم عليه بعدين. ايه يا واد قله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تفوق لنفسك. حاضر يا سياده النايب، انتوا سيادنا وعلى راسنا. ايوه كده تعادل. انا كل اللي قصدي عليه يعني ما ينفعش ان انا ورط نفسي في مصيبه زي دي عشان خاطر الحاج وابنه، وفي الاخر يبيعني ولا ايه؟ انا كنت قلت لك اقتله يا جحش انت. وانا كان قصدي يا حاج، انا حاولت معاه بالحسنى ما نفعش، قرصت عليه شويه ما استحملش. قضاء الله ونافذ، نصيبه كده. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وايه العمل دلوقتي يا حاج؟ ماليش دعوه. انا قلت لكم ان انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. هو اللي موته يبقى هو اللي يتصرف. ما تهدى كده يا حاج، مش يمكن يكون الموضوع ده في مصلحتك؟ مصلحت ازاي يعني؟ دي جنايه يا بني ادم. اقول لك انا ازاي؟ دلوقتي بيت الله يرحمها والواد كمان شرحه. مين يعرف الموضوع غير الظابط؟ مفيش. والظابط كل اللي عنده كلام. مفيش حاجه تثبت على تامر بيت تهمه غير الفيديو اللي على تليفون الواد، والتليفون معايا، وانا خفيته بمعرفتي. لحسن لا قدر الله يقع في ايد حد كده ولا كده، ولا عيل شمال يحاول يبتزك ويفتشك في قرشين يا حاج، انا ما يرضينيش. انت بتهددني يا ابن الكلب انت؟ اهدى اهدى يا حاج. زناتي برضه عنده حق. فهمه يا متر والنبي قول له. اطلع بره. اطلع بره يا بنت. يا اما وعزة جلال الله هضربك بالنار. اهدى يا حاج اهدى، ما يصحش كده، وطي صوتك. ممكن تقعد؟ اقعد. وبعدين زناتي مهما كان ده ابننا، وهو ما يقصدش حتى لو غلط برضه. وبعدين ده واحد من رجالتنا، واحنا رجالتنا مش ممكن نتخلى عنهم ابدا. قول لي يا زناتي، تاخد كام وتجيب التليفون بتاع الواد اللي معاك؟ ده لا مؤاخذة حمد بيه، التليفون هيفضل معايا. وبعدين انتوا خايفين من ايه؟ ما احنا في مركب واحده. يعني الفيديو ده لو ظهر انا اول واحد اروح في 60 داهيه، وقبليكوا كمان. ولما انت عارف كده عايز تخفيه معاك ليه؟ معلش يا متر، الشيطان شاطر. انا كده بالنسبه لي امان اكتر. وماله يا زناتي؟ الحكايه ببيتها. بس بقى ادام نوينا نلبسها للظابط، يبقى لازم نقعد مع بعض ونرتب اوراقنا. لان برضه ما تنساش ان ده ظابط، والداخليه مش هتتخلى عن راجلها. ما تقلقش يا مترو، حط ببطنك بطيخه صيفي. انا مرتب نفسي كويس، والتهمه لابسه لابساه، ومحدش هيقدر يحميه. ماشي، ف
فهمني بقى انت عملت ايه بالظبط. اقول لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يا رب احنا الغلابه مالناش غيرك. الغلابه مالهمش غيرك انت انا ست عاجزه مفيش فيها تعايده هو الراجل اللي انا مسدود عليه والبنات لاني حبيبك النبي يا رب تفك كربه اقف جنبه يا رب خليك في دارنا يا رب احنا مالناش غيرك النبي لاجل حبيبك النبي ما تسيبنا اجرنا يا رب كده كله تمام مش فاضل غير حاجتين اتنين ايه هما يا متر الضابط جه هنا والعسكري اللي كان سايق البوكس هيشهد بكده يبقى احنا لازم يكون عندنا تفسير منطقي غير الكلام اللي هيقوله طب ودي هتتحل ازاي يعني الحل عندي ايه هو ما تقول بقى يا ناشط حرام عليك النهار طلع علينا ركزوا معايا واللي هقوله هو اللي لازم يتعمل ما عندناش وقت نضيعه. اتفضل. لا حماد لا لسه صاحي. الجماعة لسه نازلين. خير. بدال أكون عايز تسألني اتفقنا على إيه؟ إيه؟ هو أنا مالي أنا ومال الموضوع ده؟ حاجة جوه دايرتك ما تتصرف أنت يا أخي. أيوه أنا علاقتي بالنايم العاب كويسة بس يعني ظابط عزب عيل في اسم مش في دايرتي هكلمه انا ليه في الموضوع ده يوه حماد بقى على زنك اسمه ايه الظابط ايه سليم الانصاري مش ده اللي كان في الصف لا لا ما اعرفوش شخصيا يعني بس سمعت عنه ماشي ماشي سيب لنا الموضوع ده انا اتصرف حاضر هكلمه وارجع اكلمك استنى مني تليفون صباح الخير يا معالي النايب اسف لو كنت بكلم حضرتك بدري الحقيقة في مشكلة كبيرة شوية قلت أكلم حضرتك نحاول نلمها قبل ما تكبر وما نعرفش نتصرف. صباح الخير يا باشا. يا ابني ما بالراحة حد يصح حد كده. أنت اللي قلت لي يا باشا. روح اعمل لي شاي. حاضر يا باشا. كان قلبي حاسس كان قلبي حاسس من الاول ما دام متاخر كده يبقى خدوه تاني هو الظابط ده مش هيشيله من دماغه يا ست سناء انا عايزك كده تهدي وتتاكدي ان ابنك هو ابننا انا الحاج لطفي موصيني ان انا اخد بالي من الموضوع ده جدا ما هو العشان برضك يا حاج وعلى فكره حماد بيه بلغ اكبر ناس في وزاره العدل واحنا هنتولى البلاغ بالنيابه عنك لا انا مش عايزه ابلغ ولا اي حاجه انا عايزه الواد يرجع لي والظابط ده يشيله من دماغه خالص وينساه لا لا يا ست سناء ما هو الموضوع ده اذا ما كانش يكبر مش هيتحل انا عايزك تطمني كده خالص وتسيبينا احنا هنتصرف في الباقي قلتي ايه اللي تشوفوه ما الحاج لطفي زي ابوه برضه اكيد هيعمل الصالح
اللي تشوفوه. أنا شريف رمضان وكيل النقب العام. فين سليم يا ابني؟ اتفضل يا فندم. أرفع. يعني وكيل النقب معاه دلوقتي؟ طب تمام، مية مية. بقول لك إيه؟ تنفذ اللي قلت لك عليه بالحرف وبلغني أول بأول. يا جدع أنت خايف كده ليه كده؟ ما قلت لك كل حاجة معمول حسابها. بكرة لما الليلة تخلص وتلاقي القرشينات في إيدك هتدعي لعمك زناتي يا بقف. سلامة مقطف. سلام. يا باشا انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ والله يا سليم بيه الكلام ده هو اللي عندنا. الدنيا مقلوبه. النقب العام بيتابع بنفس الموضوع. هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا باشا حكايه ايه؟ الواد ده جاي يقدم بلاغ عشان الحادثه، طلعت اشوف ايه الموضوع ما لقيتوش، بعت له حد على البيت برضه ما لقيتوش، هعمل ايه يعني؟ هو كان في فعلا مشكله بينك وبين الواد ده؟ مشكله؟ يا باشا مشكلة ايه؟ الواد ده اشتبهنا فيه في كابين وخرج تاني يوم، مفيش حاجة. ماشي. معلش يا سليم بيه. أنا عايزك تقدر موقفي كويس. أنا عندي تعليمات اللي أنا أفتش الاسم وأراجع الدفاتر بنفسي. ماشي يا باشا. الاسم كله تحت أمرك، اتفضل. الواد مش موجود في الدفاتر اصلا. ما انا قلت لسعادتك يا باشا الواد كان جاي يبلغ. ايوه يا سليم بيه، طب فين المحضر؟ طب فين البلاغ؟ الواد ملوش اي اثر في الدفاتر. هم كلمتين سمعتهم منه، رحت اجيب الواد اللي عمل الحادثه رجعت ما لقيتوش، هعمل ايه يعني؟ ايوه بس الناس شافته وهو داخل، محدش شافه وهو خارج. ومحدش قال لك الدنيا كانت عامله ازاي امبارح؟ محدش شاف حد خارج ولا داخل. دنيا مقلوبه ايه يا سليم بيه؟ انا مش فاهم صراحه، مفيش ولا عسكري في مكانه. صباح الخير يا شريف بيه. انا سياده المأمور. ايه الحكايه يا سليم؟ الوزاره مقلوبه والتليفونات ورا بعض من الصبح. مفيش حكايه يا باشا. مفيش حكايه ازاي؟ والوقت اللي انت حاجزه ده ايه حكايته؟ انا ما حجزتش حد وما شفتش حد يا باشا. احنا هنشوف الموضوع ده. انا كده كده هفتش الاسم. وانا قلت لك يا باشا الاسم كله تحت امرك، هاجي معاك بنفسي. بعد اذنك يا باشا معانا. اتفضل يا بيه. هيحصل. اتفضل يا باشا. مفيش غير الواد ده في الحجز واتراح النهارده عن النيابه. تعالى يا ابني كلم الباشا. اخلص. ايوه يا باشا. انت احمد تايسون؟ ايوه يا باشا انا حماده تايسون. كان في حد هنا غيرك؟ يا باشا كان في عيل عندنا من الحته وجابوه شويه ومشي. مين ده اللي جابوه يلعب في الكلب؟ مش ينفع سليم. بص يا باشا هو على طول كده والله. سيبني ده خليه يكمل. الواد كداب يا باشا. بعد اذنك سيبه يكمل. كمل يا باشا. انا هتكلم بس وعدني سليم بيه ما يعمليش حاجه. محدش هيجي جنبك. كمل يا باشا. سليم بيجي بالليل وجاب الواد ده معاه. وكان يا عيني مهضوم العافيه يا باشا والله. ونزل فيه ضرب باللبكاس واللكاكيم يا باشا في كل حته. مين ده اللي نزل فيه ضرب؟ يلا بتتكلم ازاي؟ مش هينفع كده يا سليم بيه. حضرة المأمور خد سليم بره بعد اذنك. تعالى معايا عايز دقيقتين. تعالى تعالى معايا. عايز اعرف كل حاجه بالظبط. محدش هيكلمك قول. يا باشا الكلام ده ما حصلش. الواد ده اكيد متفق معاهم. متفق معاهم وهو جوه الحجز. يا ابني لو مخبي عليا حاجه قول لي، عايز الحق اتصرف. اخبي ايه بس يا باشا؟ عايز افتش الاسم شبر شبر ودلوقتي حالا. اتفضل. تعالى يا باشا اتفضل، الاسم قدامك فتشه حته حته. اتفضل يا بيه. ايه ده بقى الاهوات؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا
وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أيوة، يعني هو فين دلوقتي؟ مزلان. أوكي أوكي، أنا مسافت الطريق وهكون عند حضرتك. شكرا متشكرة. في إيه يا بنتي؟ مين ده اللي كان بيكلمك؟ ده المأمور بتاع سليم يا ماما. المأمور بتاع سليم يكلمك ليه؟ وهتروحي له ليه؟ سليم، سليم شكله واقع في مصيبة كبيرة قوي يا ماما. كده بقى الأمور كلها وضحت. محدش يعرف تقرير الطب الشرعي ممكن يقول إيه تاني. أنا هبعت المعمل الجنائي هنا عشان يفحص الاسم كله، ويا ريت محدش يتصرف تصرف يخلي الوضع أسوأ. نصيحة مني، أي لعب في الأدلة هيضركم أكتر. أنا هطلع على النيابة يا سيادة المأمور. يا ريت بقى تجيب لي الباشا بنفسك، لإلا والله العظيم أبعت أجيبه من الكلبش. مش قلت لك هتربقها فوق دماغ ابوهم ومحدش هيعرف يحميه؟ انا نايب الدايره دي، بعرف ازاي احركها بصباعي كويس. قد الاولى حماد بيه، ولسه بقى لما النت يشتغل والتلفزيون الدنيا هتولع اكتر. صعبان على ام الواد ده، انا غني برضه حماد. انا شوف انا عامل ازاي عشان امنع اي زي ممكن تيجي لابني. فما بالك بالست دي بقى اللي راح منها ابنها الوحيد، مش هتشوفه تاني. ما تقلقش يا حاج، احنا ماشيين في السليم، وما بقاش نشأة فهمي اما جبت له 15 سنة على الأقل. على فكرة بقى حماد بيه، الراجل بتاعك طلع وحش. تميم بيه ده غول، راجل واصل وحبايبه كتير قوي. ده غير بقى يا سيدي ان هو في كل خرابه له عفريت، وعنده بسم الله ما شاء الله فلوس بالكوم متلتله. يظهر انك غالي عليه عشان كده بيخدم بقلب قوي. اهو كله سلف ودين. ويا ستة ما تعرفش الحاج لطفي ده غلاوته عندي قد ايه، وتامر ده زي ابني بالظبط. بس ما كنتش اجري لهم واتعب لهم، هتعب لمين يعني؟ ربنا يديم المعروف. الحمد لله. مالك ساكت ليه يا حاج؟ مش قلت لك ما تقلقش؟ طمني ازاي انا شات؟ طمني ازاي وانا غرز في الوحله لغايه رقبتي؟ حاسس اني لسه هغرز. ما تقلقش يا حاج، ان شاء الله كل حاجه هتعدي على خير. شكلها مش هتعدي يا حماد دي. الواد تامر قطم ظهري واللي كان كان. حتى لو خلصت حكاية القضية دي، هفضل طول عمري تحت رحمة زنتي الكلب ده والفيديو اللي معاه. زنتي ده أصله واد كلب فلوس، واللي تعرف ديته اقتله.
شريف، انا قلت لك قبل كده كل الكلام ده كده. كل دول بيكذبوا ليه يعني؟ في مؤامره كونيه عليك يا حضره الضابط ولا ايه؟ والله ما اعرفش. هو ايه اللي ما تعرفش؟ تعرفش العسكري اللي قابل زياد على باب القسم وقال له انا خايف يقابلك، والامير رفاعي اللي انكر انك بعته بيت زياد زي ما قلت. والله انا كل حاجه قلتها لك، ما عنديش حاجه تانية اقولها. طب وعسكري مكتبك اللي شهد وقال انك كنت بتعامل الواد ده بمنتهى القسوه والعنف، فكرت بالمره اللي اخدت فيها قبل كده وطلبت منه ان هو يرتاح بدون اي سبب، وده طبعا عشان يسهل لك الحكايه تدخل وتخرج من غير ما حد يشوفك. طب وتايسون اللي قال نفس الكلام وقال برضو ان انا خدت الواد ده بدون وجه حق، كل ده مش مكفي يا شريف؟ بيه تايسون ده عيل مجرم، ما ينفعش تاخد بشهادته. احنا بس اللي نقول مين يتاخد بشهادته ومين لا سليم بيه، وبعدين شهادته متفقه مع بقيه الشهود، ده غير العصايه اللي احنا قلناها جنب جثه الواد، وانت ما انكرتش ان دي مش بتاعتك. يا باشا انا عامل معاك كده ليه؟ هو مش كان في شهود ان انت خدت الواد ده قبل كده وكان في مشكله معاه؟ يا باشا الواد ده لو انا مستقصده مش هستناه يجي لي الاسم. الواد كان جاي يبلغ عن ابن لطفي عشان عمل حادثه. كل ده كلام مرسل يا سليم بيه. البنت الله يرحمها ما لقتش اي حاجه عن الحادثه. سعادتك تقدر تسال بتوع الاسعاف. احنا بعتنا نجيبهم، بس انا هفرض معاك ان هو كان جاي يبلغ. ده ايه علاقته بالموضوع؟ يا باشا الواد كان جاي يبلغ، انا ما كانش عندي نيه ان انا اذيه. انا بقى اللي بسالك السؤال ده، انت ليه عملت في الواد ده كده؟ تاني يا باشا. ادخل. مؤاخذة يا باشا، في ناس بره عايزين يقابلوا سعادتك وبيقولوا ان عندهم كلام مهم جدا في القضية. مين دول؟ حماد بالموجي عضو مجلس النواب ومعاه ناس تانية سعادتك. طب خليهم يدخلوا. مساء الخير يا شريف بيه. اتفضلوا. اتفضلوا يا باشا، وانت هتضيفهم؟ حاضر الضابط. بعد اذنك اتفضل بره وبعد كده ابعت لك عشان نكمل التحقيق. اتفضل. ماشي. ان شاء الله بسيطه يا سليم، ولو كنت مخبي عليا حاجه يا ريت تقول لي عليها، انا برضو كده كده زي اخوك. انا قلت لسعادتك كل حاجه، ما عنديش حاجه تانية اقولها. ايه اللي حصل يا سليم؟ شوف سعادتك، انا فوجئت بيه بيقول لي ان ندى الله يرحمها خبطتها عربيه وان في شاهد. قلت له يا باشا انا تامر ابني في العين السخنه، يعني احنا ناس في السليم. راح مبجح فيا وقال لي زياد عارف انا ممكن اعمل فيه ايه كويس، انا لو قرصت على زياد ده شويه هخليه يقول انه شاف تامر ابنك وهو سايق العربيه. فعلا يا فندم، ده كمان حتى اول مره كنت اقابله فيها يوم ما رحنا القسم عشان نتوسط لزياد الله يرحمه، والحقيقه كان بيبجح وبيتكلم بطريقه كده غريبه جدا، انا ما شفتش كده قبل كده، لدرجه ان هو اخر مره راح للحاج في المعرض وكان كل شويه يتنطط له، طلب منه عربيه عزيره وقال له ان لو ما خدتش العربيه هيلبس تامر قضيه. حتى يا فندم بعد ما عرف ان انا محامي حاولت افهمه ان التصرف اللي هو بيعمله ده غير قانوني وانه ممكن يتعرض للمساءله. قال لي بقول لك ايه، البلد بلدنا ومحدش يقدر يجي ناحيتنا. حاولت اشرح له انه حتى لو اجبر المرحوم زياد على ان هو يشهد شهاده زور في الاسم ممكن لما يروح النيابه يغير اقواله. قال لي انا مفهمه كل حاجه وهو فاهم كويس قوي انه لو عمل كده ايه اللي هيحصل. وقال لي بالحرف الواحد ان دي كانت اول مره ارصت ودن بس عشان يتعلم، لكن لو ما اتعلمش هعلمه. بالظبط يا باشا. وبعدين يا متر كمل. بعد كده الحاج اتنرفز وانطرده واحنا خدنا بعضنا ومشينا، لان الوقت كان اتاخر بجد يعني، وما كناش متصورين ابدا ابدا ان هو ممكن يعذب الشاب المسكين دوت لدرجه ان هو يقتله. طب وانتوا كنتوا عند الحاج لطفي بقى في الوقت المتاخر ده ليه؟ يا فندم بقول لسعادتك احنا اصحاب متعودين ان احنا نسهر عند الحاج لطفي كل ليله، وبعدين الحاج لطفي ده بيت اهل كرم وبيته مفتوح للجميع. يا فندم احنا بنتهم الرائد سليم الانصاري بمحاولة ابتزاز الحاج لطفي أبو المجد وطلب منه رشوة وتهديده بتلفيق تهمة قتل المرحومة ندى لابنه تامر في حال إذا ما دفعش الرشوة. وبعدين يا حبيبي هتعمل إيه؟ مش عارف. مش المأمور ده كان رئيسك؟ المفروض إنه يقف جنبك. ما تيجي شايفة بنفسك بتعامل معايا كويس إزاي؟ بس ساعة الطوفان مفيش حد بيشيل حد. كله بيقول يلا نفسي. يعني ايه يعني يا سليم؟
هيسيبك تتظلم ويقف يتفرج؟ ده لو كان هو اصلا مصدقني. كل ما بصله تحس ان هو عايز يقول لي انت كذاب. وقطع لسانه، وقطع لسان اللي يجيب سيرتك باي حاجه وحشه. اتفضلي. ايدي يا حبيبي. دي هديه كنت اجيبها لك اشدها لك لما اروح النهارده. انا عارف اني زعلتك المره اللي فاتت واتكلمت معاكي بطريقه مش كويسه. حقك عليها ما تزعليش مني. ازعل منك؟ حد يزعل من روحه؟ ده انت راجلي وسندي في الدنيا. شريف بيه عايز سعادتك في مكتبه. هنستناك يا سليم نروح سوا. روحوا انتوا. الموضوع ممكن يطول شوية. تفتكر انا نشأت وكيل النيابه هياخد كلامنا؟ عيب بقى حاج لطفي، ده انا نشأت فهمي مش اي حد. انا مش فاهم انت قلقان من ايه بس يا لطفي؟ قلقان الوقت يجي رجله في القضيه بعد كل اللي عملناه ده يا حماد. يا راجل ما تبقاش موسوس قوي كده، متقلقش، احنا ورقنا متستي في كل حاجه 100 100. الشهاده لله بقى، الواد زناتي دوت لبسه بقضيه تلبيسه ما فيهاش خرم ابره. تفتكره؟ لا، مريح حاج. ما قلت لك ما تخافش على تامر، محدش هيقدر يهوب ناحيته. يا رب يا رشاد، يا رب. كد، كل ده كد. ما تهدى شوية يا حضر الظابط، وأنا كل ما أواجهك مواجهة شاهد هتقول لي كد بكد. عشان كلهم كدابين. التلاتة كدابين؟ عايزين يلفقوا لك قضية قتل ورشوة؟ طب ليه؟ عشان يطلعوا ابن لطفي بالمجد. طب ونشأة وحماد إيه مصلحتهم؟ صحابه بيساعدوهم. يا سليم قول لي كلام يدخل العقل. ده واحد محامي والتاني عضو برلمان، الاتنين من السياح احنا مش جايبينهم من على القهوه. انا مش فاهم انت ليه مصدقهم قوي كده؟ ولا عشان في واحد في البرلمان؟ اعديها لك يا سليم عشان الموقف اللي انت فيه. بس انا عايز اعرف الواد مات منك ازاي؟ انا عارف ان ما كانش قصدك تقتله. برضه مفيش فايده. بعد كل اللي قلته لك ده بتقول لي برضه قتلته ازاي؟ براحتك بقى. أنا عايز أساعدك والله، أنا معاك مش ضدك. عموماً أنا رجعت للمحامي العام وسيادة النائب العام واستأذنتهم قبل ما أخد قراري. ولعلمك ومع اتصال بمدير الأمن وزير الداخلية وحاطينهم في الصورة. اكتب يا ابني. يحبس المتهم سليم عبد الحميد الأنصاري 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الموعد القانوني.